كله تمام الحمد لله بصراحه كابتن، بلدنا بخير، احنا بخير على طول. يا رب ان شاء الله بخير، وهتفضل بخير، وهتفضل كل يوم في جديد. اكيد اكيد. انا احترت بقى يعني، قول انا ارد عليك، مش مشاكل. انا محتار بقى. اهلاويتك وانتمائك الشديد، وجودك في مواقف وازمات دايما النادي الاهلي، فعزة الدرندلي انا شفت الفيديو، حضرتك كنت موجود، ودايما في اي حاجه تخص الاهلي موجود. ثم فجأة حضرتك تتجه لإعلام الزمالك عشان تقدم حاجة للزمالك، ولا حاجة عامة، ولا التفكير إيه، ولا مين فين؟ خليني قبل ما نخش في أجاوب على الأسئلة، وإحنا في هذه الأيام العزيزة جدا على الشعب المصري 30/6 و3/7، نحيي شهدائنا في الجيش والشرطة والشعب. الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم ويحسن إليهم، وتحية للقائد اللي جه في الوقت المناسب، والشعب المصري العظيم اللي واقف ورا جيشه وواقف ورا بلده. فطبعا أيام يعني، وأنا يشرفني أن أنا كان ليا إسهام كبير في الفترة دي يا سيف، وأنا بشتغل في مودرن، والصديق العزيز حامد عز الدين اللي فضح الدنيا، وأول واحد قال على المؤامرة التي تحاك على مصر، كان معايا بالخرايط بالكل اللي احنا بنسمعه دلوقتي، كان الاستاذ حامد عز الدين. فاحنا ما لناش غير البلد دي، فتحيه طبعا لشهدائنا والجيشنا وشرطتنا والقضائنا ولشهدائنا بالتحديد اللي انا جاي بقصده. يا رب ان شاء الله. بص يا سيف، يمكن احنا اتكلمنا مع بعض كتير، في كل واحد ليه شخصيته. ما ينفعش ابقى مع سيف بلون، ومع الشارع بلون، وبيتنا بلون، وفي النادي بلون. انا مش كده، انا نفس اللون في كل موقع بموجود فيه، نفس شخصيه مصطفى يونس هنا، وهي هي اللي هنا، هي اللي هنا، وانا بقول اللي بيملاه عليا ضميري، وانا بعامل ربنا مش بعامل الناس. وبعدين يا اخي انا كده، ده انا بدين نفسي، انا كده مع اولادي، انا كده مع اخواتي، فهي دي شخصيتي. وانا بلعب اول واحد انتقد يعني سيف، لما تعرض صالح سليم، بص الاسم وتقول له لا ده كذا وكذا وكذا، والراجل يعني اقول لك ايه، بس مفيش همسه من ناحيه مصطفى يونس كابن من ابناء النادي الاهلي. ولا كابتن صالح انا مش موافق على الكلام ده، انت بصفتك رئيس النادي لازم تعمل لي كذا كذا، وزعلنا مع بعض. تخيل بقى يعني انا ابقى في ايه في كابتن صالح، في هذا الرجل العظيم. حصل موقف، كان انتخابات، عشان بس تعرف الشخصيه، كمال بيه الله يرحمه، بص الاسماء، كمال بيه حافظ، كابتن صالح، فريق اول عبد المحسن كامل مرتجي، ثلاثه داخلين انتخابات. لما زعلت مع الكابتن صالح، انا كنت كمال بيه ده كان بالنسبه لنا كلنا يعني حاجه، فانا كنت مع كمال بيه حافظ، كنت لسه مبطل كوره، وكانت في دعوه من الشيخ الشهيد الله يرحمه ويحسن اليه، وتحيه للصديق العزيز الشيخ طلال، النهارده كلمني وبنعمل حاجه كويسه بنأرخ الشيخ فهد الاحمد. فانا ارجو اي حد عنده حاجه للشيخ فهد الاحمد، هذا الرجل العاشق لمصر، يا ريت يتصل بيا. فكان في رحله للكويت مع الفريق الاول، فرحت معاه. مين رئيس البعثه؟ كابتن صالح. عمال اهرب منه يمين وشمال وبتاع، مش قادر ابص في عينيه وانا ضده في الانتخابات وعلنا في النادي الاهلي علنا. المهم زنقني واحنا نازلين في المطار، قال لي تعالى تعالى تعالى، انت عمال تروح يمين وشمال، انت هتقعد فين؟ قلت له معاكم. قال لي تحط شنطتك وتجي لي الاوضه. تخيل بقى انا هروح اقول له ايه؟ يعني سيف، مش عبال ما طلعت له الاوضه يا سيف يا زاهر، يعني كان صعبه جدا عليا، مش خوفا، حبا واحتراما. فتح الدروب الجامبر بتاعه الشيك، دخل فتح لي الحاجه الساقعه الله يرحمه. قال لي على فكره بص، قال لي انت كبرت في نظري سيف، انا ضده، انت كبرت في نظري اكتر من الاول، كل يوم تيجي تتغدى معايا هنا،
واوعى تسيب كمال بيه. على الاقل انت واضح وصريح يا مصطفى يونس، زمايلك مش كده. انت عايز ايه تاني؟ صالح سليم، هذا الهرم اللي احنا اتعلمنا منه. سيف، الراجل ده هو اللي حببنا وعشقنا النادي الاهلي. انا عمري في حياتي على مدار 15 16 حتى ما بعد ما بطلت ما شفتش الراجل ده ولا سمعت الراجل ده الا النادي الاهلي، النادي الاهلي، النادي الاهلي. عمره ما سمعت قال صالح سليم ولا هشام سليم ولا خالد سليم ولا واحد ولا طارق سليم ولا عبد الوهاب سليم. مش هجيب العزبه واجيب الشله واجيب القلاضيش واجيب واعمل واسوي. وانا اول مره يمسك رئيس، انا معلش اتعصبت، اول مره رئيس النادي الاهلي دخلت عليه لقيته ماسك مدير النادي يا سيف يا زاهر في كابتن فيه يا كابتن. عشان ايه؟ عشان تذكرتين دعوه لطارق سليم. طارق سليم بقى بالراخر يعني، ما هوش قليل. هو ده النادي الاهلي، ده اللي ربانا وده اللي علمنا. من ساعتها راح لاغي تماما الدعوي. اللي بيحب النادي الاهلي يدفع تذكره. انا مصطفى يونس لو معايا 20 واحده ادخلهم ببلاش، لكن صالح سليم لا. افتكر مره كان حصل ازمه في النادي، اتحاد الكوره وقدم استقالته، راح اتفرج في الدرجه الثالثه وقطع تذكره. الراجل بيعمل كده لقى صالح سليم، الراجل جاله هلع، قال له خد الفلوس. اتغلبنا من الزمالك 2-0 بتاع عبد الرحيم وعبد الحليم لو تفتكر، والمره الوحيده على مدار 16 سنه اللي انا اتغلب من الزمالك من تحت 16 سنه لحد الفريق الاول. طبعا يمينا لما كنا بنتغلب ماتش ما بنروحش النادي على طول، بنقعد نلفلف، وكان زمان المدافن بقى وتطلع من الاستاد وشارع رمسيس والقصة دي. رحنا بعد الماتش بساعتين، رحنا سيف زاهر لنا قاعد في أوضة اللبس لوحده مستنينا. اللي عمله فينا لا تتخيله. واحد مستقيل وسايب النادي ومشكلة مع رئيس النادي ومع الدولة عشان النادي الأهلي، بتتغلبوا عشان يقولوا صالح سليم عشان وا 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 وا. فانا عايز اقول لك هي دي شخصيتي اللي انا اتعلمت وتربيت عليه. قبليه الله يرحمه كابتن مصطفى حسين، وزي انا حكيت معاك قبل كده اللي عملوه معايا من وانا عندي 15 سنه و7 اشهر، لما يدوك 5 جنيه في الشهر ويدوك وجبه كل يوم ويجيبوا لك لبس العيد في كل عيد ويدوك 10 جنيه. حضرتك قلت لي تصريح مهم جدا في الفتره الاخيره، قلت لي بعد ما عدى الزمن حسيت ان انا كنت قاسي على كابتن حسن حمدي جدا، وما زلت لسه الكلام ده اول امبارح. ولو لف بيا الزمن تاني مش هنتقد بالشكل ده. بالظبط كده، وما زلت. يعني حضرتك حاسس ان انتقادك كان شديد جدا، شديد. ولا اوقات مش في محله؟ لا بص، الحمد لله انا ما بقولش حاجه غير في محلها. ما جمعتكش قاعده بكابتن حسن حمدي؟ لا، انا 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 والمره المليون انا نفسي اقعد معاه. احنا خلاص وصلنا للسن لا الناس تانية مش عايز اقعد معاه، لكن حسن حمدي بالتحديد عايز اقعد معاه ونفسه يصالحني. حسن حمدي هو يصالحك ولا انت تصالحه؟ انا صالحه. انا صالحه. انا اعتذرت له كتير لسه من 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 شهر ولا شهرين، اعتذرت له على الهوا. بص انا لما بغلط بقول انا غلطت، وعندي الجرأة ان انا اعاقب نفسي او اقول. في ناس كتير ما بتعملش كده. طب هل العلاقة بين حضرتك والكابتن محمود الخطيب؟ ليس هناك اي علاقة بيني وبين محمود الخطيب. قفلت الباب على طول كده؟ تماما. يعني كنت لسه هقول لك ليس هناك علاقة ما بيني خطيب. أنا مش بحبه. أنا بعشقه. لأن دي عشرة 50 سنة يا سيف، مش 5 أيام ولا 15. طب مفيش علاقة ليه؟ هو خد جنب خلاص، وأنا راجل بحترم نفسي وكرامتي بالدنيا. هو خد جنب، ما بيردش، خلاص مع السلامة، ما بيردش على التليفونات خلاص. باي باي كمبورة، ما ولا تفرق معايا. تفرق معاك دي يا كابتن في نوع الانتقاد بحق ربنا؟ لا فرقش. يعني رد ما ردش، اختلفنا اتفقنا. الحب ده في قلبي. العشق ده في قلبي، العشق ده عشرة عمر وسنين. يعني بدليل اكيدك الانتقاد لكابتن الخطيب هيبقى بحساب. لا انتقادي ليه للنادي الاهلي، انا بحب النادي الاكتر من اي حد في الدنيا. انا النادي الاهلي بالنسبه لي للمره المليون ابويا وامي وولادي ومراتي واخواتي.
ده النادي الاهلي بالنسبه لي.